بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. زخبركم أحوات زخبركم أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتي نايلوم معلت درسنا إن شاء الله نأتو سخاء تي لمد درسنا مالتي وبزعبة حديث الأربعين النووية جميرنا يزنبرنا أنها حجون دحرنا يكلتسون مقرات نابو لملسا لنا مالتي عسرت شدشت حديث جرسنا أنه حجي حديث مبل عسرت شوعاتي آتينا مالتي. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. حتر زبلي ترقم إذا حديث زي النبي صلى الله عليه وسلم يبلو الله سبحانه وتعالى إحسان قبر سناي نخقبر الله سبحانه وتعالى صحيف وأيو كل نقر إحسان قبر سناي نخركب الله سبحانه وتعالى صحيف وأيو سلذي انتدعى قتلكم سناي قتاتل أقيركم قتلوا انتدعى حاردكم سناي أتحرار دا قيركم حردوا وليحد أحدكم شفرته لا مخا ويكا ملاطخا ويكارخا أبلح كمون تحردا زلخا انسساون تعرف بسناي ويكا تحردا زلخا أعرف أيخا أي تقد أي أيخا ولاون تحرد تهالو دأنبر قلطيفة أفت محرتي قلطيفة خم تموت كم ديت الساعة غيرك قد حرد ألك أيهم زور زور له النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حديث زي الإمام النووي يبل إذا حديث زي كافتي تقلالي ناي مسرتات إسلمنا إيو مخنياتو أبز حديث زي انتهم زرئنا زور له النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اتقبر سناي اب كل نجر كركب كم زلو اب حاد شنخ تراي زيكونه بكل تسلست عينة تراي زيكونه انتاي دعا اب كل شنخات اب كل نجرات كم زلو وكآخر كب كم زلو ايوم زحبرنا زلو بل از نجر زي اب انتاي بتصحبلو افتين اي مقتلتن أبناي محردن ونكخونن كله أبؤون أقباب زلوه سناي أقباب غيركا نتا أنسسا قد حارتكم زلكا تراي ناي ودي سباي كولن تقداي تالي أولاون أفتي ناي أنسسا قداي كبتصحن كلهن بسناي أتحرار داخت حار داخم زلكا كم أبنت أبز حاريس زي النبي صلى الله عليه وسلم يتقصوه مالت إيو سلزي إذا حديث زي الإمام النووي القزار أسهم أبتي أربعين النووية خفتن أربعة بلوطات أحاديث لهم زمرتون أحاديث كابن يروم أبزي كتاب إذا خسرون كله أنت يزر إينا بلوطاتنا إذا حديث زي كمون أتي حزو زلو تحستو عبي ترقم زلو تحستو خموخان إيو زر إينا زبرهنال زلو
إن الله كتب الإحسان، إن الله كتب الإحسان كم نقول له النبي صلى الله عليه وسلم حجي تقال رئا خلنا كتب قوانق عرب صعيف مالت يقل أبتي قرآن أبتي سنان إذا قال كتب أختمت أنكلا كافتي ترجمات حزات وتمت بمعنى أوجب مالت تقول داي فرد كم مخانو واجب كم مخانو هي التحبر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن صلاة الله سبحانه وتعالى بزايا برقت نتوم أمنتي بجزية بساعات فليت تفليت واجب قديتا إيا يبل الله سبحانه وتعالى. كمون قال آيات دارينا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم زعبان صيام الله سبحانه وتعالى اختقص كلهم صيام كتب عليكم إلنا مالت دكا خمتين تنقدموت أزن قرزي التأززا قديتا كينو استوهبا نعاخمون إذا تصوم زي إذا صيام زي قديتا قيروا الله سبحانه وتعالى فردي واجب قيروا إيو مالتي. إذن كتب أخبها لهم كله أنت يزر إيه نازل له تحدى عينة ترقم حجات تمت أنت يا حجات تمت بمعنى أوجب بمعنى فرض الله سبحانه وتعالى فردي قيروا الله سبحانه وتعالى قديتا قيروا مالتي. كالأيتي ترقمون القرآن وانت دارينا كتب بمعنى أنت يتمت مالتي بمعنى الله سبحانه وتعالى إذن قرزي نخركب عزيزو إيو بمعنى تتأزاز أو كتب صحف قيروي الله سبحانه وتعالى صحفه قدرا الله سبحانه وتعالى أفتي صحف توناتو إذن قرزي كون إلو إيو نخخون الله سبحانه وتعالى كن إلو إيو. يقول الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الله سبحانه وتعالى أفتي فلطة أفتي كئلة نسو كمون توم نسو زلأخم كل جزيع عوتات نخخنو الله سبحانه وتعالى أزن قرزي كون غيره أيو ترطرى يبلون مالت أنه هذا الأمر لا محالة واقع نخركب إذن قرزي الله سبحانه وتعالى أفتي كتابه أفتي اللوح المحفوظ صحف قيره أيو أتي زخطبون كون أيو كافتي الله سبحانه وتعالى زبولون ستت إلو أي وطئن أيو. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. زخاء الله سبحانه وتعالى برقت أبتي زبور أبتي زحالفة كتابتي أبتي ناب الزبور طبعا ناب نبي الله داود زورد كتاب خور كله أبو أبتي قدم زوردنا يو كتابتون برقت اتوم بطؤان اتوم صالحين باروتي نزا عالم زيئة ويكان نزا مريت زيئة نسوم كورسوا خموخانهم عاوت ناتهم كموخانهم بقدم الله سبحانه وتعالى افتي قدم زوردو كتابتي ازنا قرزي صحيفو ايو كون اون الو ايو. إذن انت أترئينا زل هذا قال كتب تبل أب كتاب قرآن يخون أب سنة نبي كلتة ترقم كم تحازل تحادة ترقم تحادة معنى كتب بمعنى فرض مالت أوجب قديتا قيروه تخالئك لخاء كتب بمعنى صحفته قيروه مالت نخركب الله سبحانه وتعالى قديتا قيروه يمالت إيو. والمعنى
طبعا ኣብዚ ሓዲث እዚ ድማ ኣይነይተን ያታ ዝቐረበት ይብሉ ዑለማء ትርጉም ትበና ማለት ብማዕና ከተባ ክብል ከሎ ነቢ صى الله عليه وسلم إن الله كተب الإحሳان على كل شيء ብማዕና الله ስብሓنه و እዚ ነገር እዚ ፈርዲ ገይርዎ ወይ ዋጅብ ገይርዎ ማለት ግብረ ሰናይ ኣብ ኩሉ ነገራትና ኣብ ኩሉ ተግባራትና ሰናይ ጌርና ንክንፍፅሞ ብግብረ ሰናይ ብፅቡቕ ኣገባብ ጌርና ንክንፍፅሞ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣዚዙና ማለት እዩ። እዘን ካብዚ እንታይ እዩ ዝርእየና ዘሎ ካብቲ ኣብዚ ሓዲስ ዝጠቐሶ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ግብረ ሰናይ እቲ ሰናይ ጌርካ ንዝኾነ ይኹን ነገር ክትፍፅሞ ግዴታ ከም ምዃኑ ዋጅብ ከም ምዃኑ በል የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ፊ ክታብህ ልዓዚዝ ኣብ ክታብ ቁርን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይብል እና ላሃ የእምሩ ብልዓድሊ ወልእሕሳን እና ላሃ የእምሩ ብልዓድሊ ወልእሕሳን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብፍትሕን ብግብረ ሰናይን ብሰናይን ይእዝዝ ማለት ፍትሒ ንኽንፍፅም ከምኡ ውን ግብርና ኩሉ መገዲ ሰናይ ሒዙ ንኽኸይድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣዚዙ ማለት እዩ። ወቃለ ተዓላ ወኣሕሲኑ እና ላሃ ዩሕቡ ልሙሕስኒን ወኣሕሲኑ እና ላሃ ዩሕቡ ልሙሕስኒን ሰናይ ግበሩ ግብረ ሰናይ ፈፅሙ። ምኽንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ርግፅ ነቶም ገበርቲ ሰናይ ይፈትዎም ስለ ዝኾኑ። እዘን ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍቶት ክትረክብ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሪዳ ንኽትረክብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክረድየልካ እንተ ደኣ ደሊ ኮይንካ ካብቶም ገበርቲ ሰናይ ካብቶም ሙሕስኒን ክትከውን ኣለካ እዩ ዝብለካ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ገበርቲ ሰናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝፈትዎም ንሕና ነዚ ነገር እዚ እውን ክንቀዳደመሉን ክንጎየሉን ይግብኣና ማለት እዩ። እሕሳን ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ? ነቶም ማለት ነብስኻ ዘይኮነስ ንኻልኦት ክትጠቅም ረብሓ ዘለዎ ጥቕሚ ዘለዎ ነገር ክትፍፅመሎም ክትገብረሎም ከለኻ እዚ እንታይ ይበሃል? እሕሳን ይበሃል ማለት እዩ። يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا تمام عليه الله سبحانه وتعالى وقضى ربك بمعنى كتب وبمعنى أوجب قديتها غير ويو إذن غير زي واجب غير ومالته فرد غير وي الله سبحانه وتعالى نعو نختم اللخ نعو عبادة خلو نختهب ኣምልኾት ንዕኡ ንኽትህብ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ሓደ ዋጅብ። ወብልዋሊደይን እሕሳና ከምኡ ውን ንወለድኻ ሰናይ ጌርካ ክተናብዮም ብሰናይ ዓይኒ ክትሪኦም ብሰናይ ቃል ብሰናይ ዘረባ ክትዛረቦም ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣዚዙን ዋጅብ ገይርዎ ማለት እዩ። እዘን እዚ ነቶም ወለድኻ ነቶም ስድራ ቤትካ ፅቡቕ ነገር ክትፍፅመሎም ከለኻ ጥቕሚ ዘለዎ ፋይዳ ዘለዎ ነገር ክትገብረሎም ከለኻ እዚ እንታይ ይበሃል? እሕሳን ይበሃል። ከምኡ ውን ንጋሻ ንኣብነት እውን ብሰናይ ክትቅበሎ ከለኻ እንታይ ጌርካሉ ትበሃል? ኣሕሲንካ እሕሳን ሰናይ ጌርካሉ ትበሃል። ንድኹም፣ ንዘቕታም፣ ንመሽኪን ነዞም ኩሎም ብሰናይ ዓይኒ ብሰናይ ኣረኣእያ ክትሪኦም ከለኻ እቲ ሰናይ ከዓ ከምቲ ዝበልናዮ ብቓል ዘረባ ብጥዑም ዘረባ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብምሃብ ገንዘብ ብምዕንጋል ክኸውን ይኽእል እዩ። እዘን ቃላውን ተግባራውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ትመልሓስ እውን ጥዑም ክምልስ እንከሎ ወኣመሳኢላ ፈላ ተንሃር ሓደ ሰብ ክለምነካን ሸጊሩ ክመፀካ እንከሎ ክትምልሰሉ ከለኻ ብጥዑም መልሓስ ጌርካ ክትምልሰሉ ከለኻ እዚ እንታይ እዩ? ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ናይ እሕሳን ዝበሃል ናይ ግብረ ሰናይ ዝበሃል ዘማልአ ይኸውን ማለት እዩ። እዘን እቲ እሕሳን ክበሃል እንከሎ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ንገዛእ ርእሱ እቲ ካባኻ ዝድለ ግዴታታት እቲ ካባኻ ዝድለ ዋጅብ እንተፈላለዩ ሰባት
ንኣሕዋትካ ኮይኑ ንኣዝማትካ ንሰብካ ኩሉ ወዲ ሰብ ከምኡ ውን ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ እንስሳ ከም ዝሰግር እውን እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሰናይ ናብ ኩሉ ከም ዝሰግር ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምዛ ኣብዛ ሓዲስ እዚኣ ዝተጠቕሰ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምዝኣዘዘ እነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ሓቢሮምና ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብቲ ዋጅብ ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ተጠውዕ ኣብቲ ናይ ግብረ ሰናይ ኣብቲ ናይ ሱነን ዝበሃል ሙስተሓባት ዝበሃል ሰደቀት ተጠውዕ ክተውፅእን ከለኻ እዚ እውን ንገዛእ ርእሱ ካብቲ እሕሳን እዩ ዝቕፅር። እዘን እቲ እሕሳን ንገዛእ ርእሱ ዋጅብ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ እሕሳን ንገዛእ ርእሱ እውን መርተባ ካብ ናይ ዋጅብ እውን ወሪዱ ኣብ ናይ ሱና ኣብ ናይ መንዱብ እውን ክኣቱ ይኽእል ማለት እዩ። እዘን እቲ ማዕና ወይ ከዓ ትርጉም ናይ እሕሳን ከምዚ ጌርና ክርድኦ ይግባእ። ከምኡ ውን እሕሳን ክበሃል እንከሎ ካልእ ትርጉም ክሕዝ ይኽእል እዩ። ንሱ ከዓ ንዝኾነ ይኹን ስራሕ ክትሰርሕን ከለኻ ንዝኾነ ይኹን ግብሪ ንክትፍፅምን ከለኻ ብፅፈት ክትሰርሕን ከለኻ ብፅፈት ምስራሕ እሕሳን እዩ ዝበሃል። فإذ يأቲ الإحሳን ብማعና الإትقን وإጃደት الشይء ትሰርሖ ስራሓት ብሰናይ ኣሰራርሓ ብፅቡቕ ብፅፈት ብፅርኤት ክትሰርሖ ከለኻ እዚ እንታይ ይበሃል እውን እሕሳን ይበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ትገብሮ ዋጅባት ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ እውን እቲ ፈርድን ዋጅብን ተባሂሉ ዘሎ ንዕኡ ሙሉእ ዘይጉዱል ጌርካ ክትፍፅሙን ከለኻ እዚ ኣበይ ብፅሕካዮ ማለት እዩ። ኣብቲ መርተባ ናይ እሕሳን ኣብቲ ናይ መርተባ ናይ ፅፈት ኣብፅሕካዮ ማለት እዩ። እዚኡ ከዓ ኣብቲ ናይ ፈርድታት ኮይኑ ኣብ ሰላት ንኣብነት ክትሰግድ ከለኻ ሓጅ ፆም ክትፍፅምን ከለኻ ከምቲ ግቡእ ጌርካ ክትፀሞም ከለኻ ገለ ካብቲ ዋጅባት ናቱ ካብቲ ቅድመ ኩነት ሽሩጥ ናቱ ከየጉደልካ ንኩሉ ኣማሊእካ ነቲ ተኣዘዝካዮ ኩሉ ሱናታት ናቱ ሙስተሓባት ናቱ ኩሉ ኣማሊእካ ክትፍፅሞም ከለኻ ነዚ ፈርድ እዚ ነዚ ፆም እዚ እንታይ ትበሃል ማለት እዩ? ኣሕሰንት ማለት እዩ። ኣፀቢእካ ኢትቃን ጌርካ ብፅፈት ስለ ዝፈፀምካዮ ተኩኑ ኣሕሰንተ ፊ ዛሊክ ሊኣን ላ ስብሓን ወተዓላ ከተበ ልእሕሳን ፊ ኩል ሸይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትፍፅሞ ትገብሮን ብሰናይ ኣገባብ ጌርካ ክትገብሮ ማለት እዩ። እዘን እታ እሕሳን ትበሃል እዚ ኩሉ ትርጉም ዘማልአት ትኸውን። ዘከረ ነቢ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ብቀውሊሂ ፈኢذ ቀተልቱም ፈኣሕስኑ አልቅትላ إذ ቀተልቱም ፈኣሕስኑ አልቅትላ እንተ ደኣ ቀቲልኩም ነቲ ትቐትልዎ ዘለኹም ኣቀታትልኡ ብፅቡቕ ኣገባብ ጌርኩም ቀተልዎ እዩ ዝብ ዘለዎ ነቢ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም። እንተ ደኣ እዛ ሩሕ እዚኣ እውን ንኽትወፅእ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘፍቀደ እንተ ደኣ ኮይኑ እዛ ሩሕ እዚኣ ክትወፅእ እንከላ ብቕልጡፍ ኣገባብ ስቓይ ዘይብሉ ኣገባብ ጌርካ ከተውፅኣ እዩ ዝእዝ ዘሎ። طبعا علماء هل القتل هنا النبي صلى الله عليه وسلم تقصو زلو اقتاتلا ناي انسسا ديو ويس اقتاتلا ناي ود سب لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما بعد فاذا قتلتم فاحسنوا القتلى واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه الهم ازي اقتاتلا ناي انسسا ديو النبي صلى الله عليه وسلم مخياتو ات المحراد سلاز تقصى محراد ناي انسسا سلاز قوني ابو لكن علماء الهم برضو افتقتاتلا ون ወላ እውን ንኽቕተል ዝተፈቕደ ሰብ እንተ ደኣ ሰብ ቀቲሉ ኮይኑ ትገበሮ ገበን ናይ መቕተልቲ እንተ ደኣ ተፈሪዱ ክቕተል እንከሎ እውን ነዚ ትቐትሎ ወላ እውን ሓታ ኣብ ዓውዱ ኺላት ኣብ ፀላእትኻ እውን ክትዋጋእን ከለኻ ንሶም ንኽቐትሉኻ ተዳልዮም ክመፁ ከለዉ ንስኻ እውን ንኽትቀትሎም ተዳሊኻ ክትመፅእ ከለኻ ኣብቲ ቀታትላ ንገዛ ርእሱ ኣብ እስልምና ሕጊ ኣለዎ ማለት እዩ። ሰብኣዊ ሕጊ ነዚ ሰብ እዚ መሰሉ ዝሕለወሉ ወላ እውን ፀላኢኻ ኹን ወላ እውን ክቐትለካ መፅኡ ይኹን እዚ ሰብ እዚ ክትቀትሎም ከለኻ ብሰናይ ኣገባብ ጌርካ ክትቀትሎ ኣለካ ማለት እዩ። ብማዕና
እዚ ፀላእየ ይብኢልካ ስለምንታይ ቐልጢፉ ዝመውት ኣሳቕየ ዘይቀትሎ ኢልካ ንኽትቀትሎ ኣይፍቀድን እዩ። ንኣብነት ኣምፅኢካ እዚ ሰብ እዚ መጀመርያ እግሩ ኢዱ እናቆረፅኩ ንእሽተይ ንእሽተይ እናቆራረፅኩ እናሳቕኹ ክቆትሎ እየ ክትብል ከለኻ እዚ ሙትላ ይበሃል። ማለት ነዚ ሰብ እዚ ብዘይ ሰብኣዊ ኣገባብ ብዘይ ሸሪዓዊ ኣገባብ ትቆትሎ ስለ ዘለኻ እናቆራረፅካ እዚ ሕጂ النبي صلى الله عليه وسلم كلكل منايم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلى والمثلى بمعنى نزل زقتل زله إن طبح كان إن شرم كان كاب فنشو خاب أجرو خاب إيدو خاب قل ناوستك أنت دع هتقتل خينك أزي النبي صلى الله عليه وسلم كم زجرنا نقتل ولا نقتل لفقد دأنبر سبزي أبعود خيناتهن يحلو دأنبر ከምዚ ጌርካ ንክቕተል ኣይፍቀድን እዩ። ስለዚ ዑለማ እብሉ ኣብቲ ቂሳስ ግበር እንከሎ መቕተልቲ ዝተፈረደ ሰብ ንክቐተል እንከሎ ቀቲሉ ንመቕተልቲ እንተ ደኣ ተፈሪዱ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ገበን ገይሩ ንመቕተልቲ እንተ ደኣ ተፈሪዱ ብሴፍ ይቕተል ክቕተል እንከሎ በሊሕ ሴፍ ጌርካ ሳዶት ይህርም ምእንቲ እታ ትንፋሱ ቀልጢፋ ንኽትሓልፍ ኢሎም ማለት እዩ። እዘን እዚ እዩ እቲ ኣብ ትቀታተላ ንገዛ ርእሱ እውን ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም እሕሳን ክንገብር ከም ዘለና ዝሕብረና። ጠብ ብዛዕባ ናይ ቅሳስ እንተ ኮይኑ ድማ ገለ ዑለማ ኢማም ኣብ ሓኒፋ ኩሉ ግዜ ኣሕናፍ እንታይ ይብሉ ማለት እዩ ክቀተል እቲ ቅሳስ ንክቀተል ተፈርደ ሰብ ቀቲሉ ንኣብነት ንክቀተል እንተ ተፈሪዱ ብሴፍ ክቀተል ኣለዎ ቀልጢፉ ከም ዝመውት ላኪን ካልኦት ዑለማ ዝበልዎ ኢማም ማሊክ ወሻፍዒ ከምኡውን መሽሁር ዓን ኢማም ኣሕመድ ኣብ ቅሳስ ክኸውን ከሎ ሰብ ዝቀተለ ንክቀተል እተ ተፈሪዱ እቶም ሰቦም ሓዎም ተቀተለሎም ከምቲ ኣቀታትላ ገይሩ ዝቆተሎ ንክቀተል እተ ሓቲቶም ሕቶኦም ቅቡል ከም ዝኾነ እዞም ዑለማ እዚኦም ሓቢሮም ማለት እዩ። ንኣብነት እንተ ደኣ እዚ ሰብ እዚ ንሓደ ብካራ ቀትልዎ ወይ ብእሳት ብሓዊ ኣንዲዱ ቀትልዎ ወይ ከዓ ስምስትዩ እንተ ደኣ ቀትልዎ ወይ ከዓ እንተ ደኣ ብበትሪ ሃሪሙ እንተ ደኣ ቀትልዎ እሞ እቶም ተቐተሎም ሰብ ንሕናስ ልክዕ ከምቲ ኣቀታተላ ናይ ሓውና ተቐተሎ ከምኡ ጌርና ክንቀትሎ ወይ ከዓ ከምኡ ገይሩ ይቀተለልና እንተ ደኣ ኢሎም እዞም ሰባት እዚኦም ሕቶኦም ይምለሰሎም ማለት እዩ፣ ማለት ይፍቀዶም ማለት እዩ። ብዛሊክ ዘከር እብን ሓዝም في كتابه المحلى يبل من قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم فولي المقتول مخير إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه من ضرب أو رمي أو صب من حارق أو تحريق أو تغريق أو شدخ أو إجاعة أو تعطيش أو خنق أو وسم أو سم أو سم ኣብ ወጥኢ ፈረስ ማለት እዚ ኩሉ እቲ ንመቕተልቲ ዘብፅሕ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ብፈረስ ገይሩ ረጊፁ ቀትልዎ ማለት እዩ ንኣብነት ወይ ከዓ ስምስት እዩ እተ ቀትልዎ ወይ ከዓ ሓኒቁ እተ ቀትልዎ እሞ ከምቲ ኣገባብ ዝተቐተለና እተ ክንቀትል ኣለና ወይ ከዓ ቀተለልና ኣለዎ እንተ ኢሎም እዞም ስድሪ እዚኦም እቲ ጠለብዎ ጠለብ ቅቡል ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ርእቶ ናይ ዞም ዑለማ እዚኦም ድማ ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ أب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. እዚ ሓዲስ እዚ እንታይ እዩ ዝሕብር ማለት እዩ፣ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብቲ ግዜኦም ማለት እዩ ሓንቲ ቆልዓ ጓልሰይቲ ወርቂ ተሸሊማ ነይራ እሞ ከዓ ኣብቲ ጫፍ ናይ መዲና ኣብኡ ሓደ ኣይሁዳዊ ረኺብዋ እሞ ከዓ ነቲ ወርቃ ንኽሰርቕ ኢሉ እንታይ ይገብር ማለት እዩ፣ ነዛ ቆልዓ እዚኣ ኣምፃ ኣቢሉ ብእምኒ ርእሳ ይሃርማ ማለት እዩ። ሽዑ እቲ ወርቃ መፂልዎ ይኸይድ ይሃድም። ግን እዛ ሰብ እዚኣ ቀልጢፋ ይሞቶትን ገና ትንፋስ ቁርብ ከለዋ ወይ ከዓ ትንፋሳ ኩሉ ከይሞቶትን ከላ ሰብ ረኪቦማ ማለት እዩ ናብ ነቢ ስ ሰለም እውን ኣምፅኦማ ነቢ ስ ሰለም ይሓትዋ ነይሮም ማለት እዩ። መን ቀትሉኪ ሕሳ ሕጂ ክትዛረቡን ትኽእል ኣይነበረትን ጥራይ ትሰምዕ ነራ፣ ግን ብርእሳ ምልክት ትህብ ነራ ማለት እዩ። ፍላን
ክርስቶ ዲ ቀትሉኪ ኢሎም ሓቲቶማ ብርእሳ ነቕነቓ ቢላ ኣይኮነን ትብል ነራ ማለት እዩ። ክልተ ሰለስተ ሻ ደጊሞም ደጋጊሞም ሰሓተትዋ ነቢ ስ ሰለም እቲ ዝቐተላ ስም ዝተጠቐሰ ርእሳ ናይ እወ ምልክት ብርእሳ ምሳበት እነቢ ለ ላሁ ለ ወሰለም ድሕሪኡ እዛ ሰብ እዚኣ ምስ ሞተት እነቢ ስ ሰለም እቲ ዝጠቐሰቶ ኣይሁዳዊ ተፀዊዑ ማለት እዩ። ተሓቲቱ እውን ከም ዝቐተላ ውን ተኣመነ። እዚ ሰብ እዚ ከምቲ ልክዕ ከምቲ ንዓኣ ገይሩ ዝቐተላ ገይሮም ቀትሎሞ ማለት እዩ። ማለት ብእምኒ ኣብ ርእሳ ጨፍጭፉ ስለ ዝቐተላ ልክዕ ከምኡ ገይሮም ማ እቶም ስድራኣ ከምኡ ይቀተል ስለ ዝበሉ ብእምኒ ኣብ ርእሱ ተሃሪሙ ተቐቲሉ ማለት እዩ። እዘን እብኒ ሓዘም ንገዛ ርእሱ እውን ይብል እቶም ዑለማ ካልኦት ወይ ከዓ ናይ ብሴፍ ክቕተል ኣለዎ ዝበሉ በዛ ሓዲስ ለማዓት ዝጠቐስናዮ ፈኢዛ ቀተልቱም ፈኣሕሲኑ ቅትላ ብእዮም ተመርኪሶም ነይሮም ማለት እዩ። ግን እብኒ ሓዝም ይብል እቲ ንገዛእ ርእሱ ኣሕሲኑ ቅትላ ዝበለና ነቢ ለ ላሁ ለ ወሰለም ንገዛእ ርእሱ ነቲ ሰብ ዝቐተለ ከምታት ኣገባብ ኣቃታትላ ገይሩ ዝቐተላ ብከምኡ ጌርካ ክትቀትል ከለካ እዚ ንገዛእ ርእሱ ምን ልእሕሳን ወምን ልዓድል ይብሉ። ምክንያቱ ልክዕ እቲ ፍትሒ ነዚ ሰብ እዚ ከምታ ዝገበራ ከምታ ኣቀታተላ ገይሩ ንኻልእ ዝቐተላ ብኣ ክትቀትሎ ከለካ እዚ ንገዛእ ርእሱ እንታይ እዩ ይብሉ እብኒ ሓዝም። ንገዛእ ርእሱ እዚ እሕሳን እዩ። ነቲ ቂሳስ ነቲ ሕነ ከምቲ ግቡእ ክፍደን ከሎ እዚ ንገዛእ ርእሱ ጥቕሚ ኣለዎ እሱ ከዓ እዩ ትግቡእ ይብል ማለት እዩ። ወልሕሩማ ከማ ቃል ስብሓን ተዓላ ወልሕሩማቱ ቂሳስ። ኢዘን እዚ ኣብ ምንታይ እዩ ዘርኢ? ኣብቲ ናይ ወላ እቲ ንመቕተልቲ ተፈረዘ ሰብን ክቐተል እንከሎ ከመይ ጌርካ ክቐተል ከም ዘለዎ ሰብኣ ውቀታትላ ጌርካ ክቐተል ከም ዘለዎ ዝሕብር ሓዲፍ ይኸውን ማለት እዩ። ወኢዛ ዘባሕቱም ፈኣሕሲኑ ዚብሓ ወሊሕድ ኣሓድኩም ሸፍረተ ወሊዩሪሕ ዘቢሓተ። ኣብ መጨረሻ እዚ ሓዲፍ ድማ ናይ ምንታይ ይጠቅስ ዘሎ? ናይቲ ኣተሓራርዳ እንስሳ ክትበልዓልካ ትሕረድ ጠልበጊዕ ኮይኑ ላም ኮይኑ ካልእ ዓይነት ዝሕረድ ሓሪድካ ዝብላዕ እተ ደኣ ኮይኑ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እቲ ኣተሓራረዳኹም እውን ሰናይ ዘለዎ ኣገባብ ዝሓዘ ስርዓት ዝሓዘ ነዛ እንስሳ እዚኣ ዘየሳቕን ጌርኩም ሕረዱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም። ሊዛሊክ ኣብቲ ሸርዒ እስልምና እንተ ደኣ ርኢና ኣገባብ ናይ ምሕራድ እንስሳ ኩሉ ተሓቢርና ኢና። ሓደ ካብቲ ኣብ ሸርዒ ዝተሓቢርናዮ እቲ ተሓርደሉ ካራ በሊሕ ክኸውን ደም ቀልጢፉ ዘፍስስ ንክኸውን እነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ሓቢሮምና እዮም። የቁል ነቢ ስ ሰለም ማ ኣንሃረ ደም ወذኩረ ስሙ ላህ ፈኩል ለይሰ ልዓظም ወظፍር ወከሊከ ቀውሉ ወሊሕዳ ኣሓድኩም ሸፍረተ። እዛ ሓዲስ እዚኣ ሊሕዳ ኣሓድኩም ሸፍረተ ማለት ላሙኡ ወይ ከዓ መላፅኡ ወይ ካርኡ የብልሕ ማለት እዩ። እዘን በሊሕ ካራ ጌርካ ክትሓረድ ከለካ ነታ እንስሳ ንገዛ ርእሳ እቲ ክሳዳ ክቁረፅ እንተ ደኣ ኮይኑ ቀልጢፉ እቲ ጎሮሮኣ ይቁረፅ፣ እቲ ሰራውራ ይቁረፅ፣ ኣይትቕንዞን። ምክንያቱ ብበሊሕ ካራ ጌርካ ክትሓረድ ከለካ ቃንዛ ኣይስምዓን እዩ። እንተ ደኣ ግን ጎዲም ካራ እተ ኮይኑ ሕርሕራ እተ ኣለካ ኮይንካ ስቃይ ስለ ዝኾነ ካብዛ ዓይነት ኣገባብ ወይከዓ ካብዛ ዓይነት እዚ ኣተሓራርዳ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ይኽልክሉን ኣለዉ ማለት እዩ። ካብቲ ኣዳብ ናይ ማሕረድ ክትሓርድ ከለካ ንእንስሳ እውን እነቢ ስ ሰለም ካብቲ ዝሓበሩና እቲ ጎሮሮ ክቁረፅ ከም ዘለዎ ከምኡ ውን ወድጀን ማለት እቲ ክልተ ናይ ሰራውራ ክሳ ዘለዎ ደም ብኡ ንክፈስስ ምእንቲ እሱ እውን ክቁረፅ ከም ዘለዎ ተሓቢርና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተሓራርዳ እዚ ቀልጢፉ ነታ እንስሳ እውን ይቀትላ ወይ ከዓ የሞታ ማለት እዩ። ክትሓርድ ከለካ ድማ እቲ ክሳድ እውን ኩሉ ቁረፅ የብሉን፣ እንታይ ደኣ ቁሩብ ካብቲ ክሳድ እውን ይተርፍ ማለት እዩ። ብስሚላ ኢልካ ድማ ትሓርድ። እዚ ንገዛ ርእሱ ካብቲ እሕሳን ይኸውን ማለት እዩ። ሊኣን ላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ወላ ተእኩሉ ምማ ለም ዩዝከር እስሙ ላሂ ዓለይህ ወላ ተእኩሉ ምማ ለም ዩዝከር እስሙ ላህ ዓለይህ። እዚ ሕጂ ተስሚያ ብስሚላ ኢልካ ንክትሓርድ ብስሚላ ኣላሁ ኣክበር ኢልካ ንክትሓርድ እዚ ዋጅብ ከም ምዃኑ ኣድላይ ከም ምዃኑ ካብቲ ኣዳብ ካብቲ ስርዓት ናይ ማሕረዲ ከም ምዃኑ ነቢ ስለ ላ ሰለም እውን ሓቢሮምና ማለት እዩ። ምናልባሽ እንተ ደኣ እውን ዘይፈለጥካ ሃል እዚ ስጋ እዚ ሓረደ ስጋ ብስሚላ ኢልካ ተሓሪዱ ድዩ ኣይተሓረድ እንታ ዘይትፈለጥ ኮንካ
دحري بسم الله الكاء تبلع مالته، لأنه عائشة رضي الله عنها قالت أن قوما حديث عهد بجاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكروا، نأكل منها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله عليه أو اذكروا اسم الله وكلوا. عائشة رضي الله عنها تبل أبز حديث زي ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا خفتم أبسلمنا جينا حدشتي زنبورو جينا خفتي زنبورو ناي جاهليا أمنت كافتي خحدت حدشتي أمني رمكاؤو ناب سلمنا زحالفو إذن صبات زي أمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم نتعي مالاتهم يا رسول الله نحن قال قال سبات تقا ينصلنا موز سقازي نحن بسم الله الذي تحاردو ويأي تحاردا كما يلوكم تحاردة زي فلطنا هل نبلعدو أي نبلعن لهم حيث من فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا اسم الله وكلوا نسخهم بسم الله لكم بلعوا إخوة أفتت حرارة داون كافتي أبسل منا زلو شرطتات ويقد مخونت اتتحرد أسلامي خون كله كمون عقل زلو مالت صلول عقل صحة خون يبولون كمون ويكن دسب زآخلة ويون أود شوعة شمونت عامت فلت مالتيو هطان خون يبولون لكن شوعة شمونت عامت بس حانت الأخوينو أسو زحار دون يبلع مالتيو ويكا خفتم أهل الكتاب خون كله الذي قول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم سلزبلنا كم زآم السلخ حرد اللو زين تريكوينو قن في زحر دون أي باللعن إيو كافتي ناي إحسان في الذبح ون انت دارئينا انت دارخت حرد كينكا ون أنسسا أبكدميا كينكا نتي كارخا ون كتب اللحية بالكان مخنياته النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتان؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تدجعها؟ هذا سبعي نتا تقلوا تاقير مالتيو أو دقوة أسيروا دقوة مالتيو شعو أفترسي أخوينو نذا خراناتو كبل لح جميرو مالتيو. فالنبي صلى الله عليه وسلم استكبار الزمس رأيو انت أخذت قبر زلغة نزا أنسساس أفكن لحان تموت عصر تموت أتريدها أن تميتها موتان كل تموت كتموتها دريخة مو جينا كيو دق كيا خلها أتي كارها قبل حكاية تتخون دو أي محاشن نيرو إلى من النبي صلى الله عليه وسلم حبي رمو سلزي أنس ساخت حر دا خلها خاون أفتقد مئة خين كان أتخار رأي تحلوني خازي في اللطاء يوقت حرتكم مخانا جن الله سبحانه وتعالى نذا أنس سازي أنس ساقي رو خليق وأتي محرد دي ما نعتاس لزقوبرو نحن أول نخان حر دا بتذهبنا أمرو بتذهبنا خلتن كانوا قطعة صراخة من خير قيرونا مالتيو ساون أبقيدنا سغيدا تحرد مالتيو كن يفل طائيو يساقيا يقنزوا إيو كمون أبقيد متن انسساتات قيركا خد حردا يبلكان مالت انت دعا سلسة ربعتي أباقي تحردا لهاقينكا كويلكا خد حردا لكا خفتن أحواتا لأمبر أبقيد مئبكين كاون كتحرد يبلكان مخنياتو السنون تن قالوت انسسا تمحردي يفلتن زخوني. كومو ون كافت إحسان ناي محرد تحرد نكلخاون إذا أنسسا ذي أحاريكا قينا تنفاسا خلو كيوتس خلو خنفاسا خي أبموت بيسيحا أكالاتا خلو زق كيبلن كلو متيكا كاب إقرا خوينو خب خطابحا خوينو انت دعا جميركا إذي تكبارزون ييقا إيو كافتي إحسان في الذبح أيكونن مالد كافت سناي قبرناي محردتي أيكونن كتحرد نكلخا إذا أنسسا دي أخصى تموت تصبيا مالتي بدحريو ناي متبحتن ناي خافت أكالاتها مقراطا تجمر. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تايزر إيه نازلو أتي قبر سناي كله ناب كله كمزبة صحي ناب كله كمزبة صحي إيو زر إيه نازلو مالتيو تي قبر سناي كمتي نحنا نفلطو سب دك سب تراي أيكونن انتاي دقا نتساون كمزخوني ترأي نسيب أيكونن تايداء ننسساون كم زخوني النبي صلى الله عليه وسلم أطبيق وما بريهم لنا مالتي ما ترشى قال يا خافت فائداتنا إذا حديث زي خنتك استدعقنا إذا حديث زي انت عيرئنا تي رهراه ترحمن تشفقا نقول له كبير صح كم زخيل ناب دكسب ناب حواتك ناب بيتسبك ترأي زيكوني
ናብ መላእ ህዝቢ ዓለም ክበፅሕ ከም ዝኽእል ናብ መላእ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ውን ናብ እንስሳ ውን ክሰግር ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሸፈቃን እቲ ራሕማን እቲ ለዋህነትን ሲ ብቐደሙ እቲ እስልምና ከም ዘስፈኖ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እዚ ሓዲስ እዚ ንወዲ ሰብ ወላ ንኽቅተል እከሎ ንክቅተል ተፈርደ ኣይኮነን ንኣሳቂኻ ንኽትቀትሎስ ኣብቲ ሸርዒ እስልምና ወላ እውን ንምዉት ሰብ ተቐተለ ሰብ ኣምፂእካ ውን እንተ ደኣ ሕርቃ ነይሩካ ኮይኑ ወይ ፅልኢ ነይሩካ ኮይኑ እሞኸዓ ወላ ሞይቱ ከሎ ኣይሳቅየን እዩ። ግን ንስኻ ፅልኢ ስለ ዘለካ ኣነስ ደጊመ ሕጂ ክቆራርፆ ኢልካ ክትቆርፆ እንተ ደኣ ጀሚርካ ምስ ሞተ እውን ወላ እውን እዚ ነገር እዚ ነቲ ምዉት ስቃይ ኣይመሓላልፈሉን ይኹን ዳኣ እምበር ግን እዚ ግብረ እዚ ሰናይ ተግባር ስለ ዘይኮነ ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ድሕሪ ሞቱ እውን ንወዲ ሰብ ንኽትቆራርፆን ንኽትጠብሖን ሙትላ ይበሃል እዚ ማለት እዩ። ንኽትቆርፆን ንኽትጠባብሖን እውን ክልኪሎምና እዮም። ስለዚ እቲ ኣዳብ ወይ ከዓ ስነ ስርዓት ናይ እስልምና ኩሉ ግዜ ናብ ሰናይ ናብ ግብረ ሰናይ ንምሉእ ሰብ ናይ ሰብኣዊ أجباب سرعات كم زحزي إيو زرعي النازل له مالتي. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يلومي درسنا لزيد مدام مالتي.